الحقيقة حضراتكم يعني متابعين قصة بيكا والرجالة اللي معاه بتوع المهرجانات، الأخ كزبرة والأخ حنجرة، طبعا أسامي لا تعليق عليها. القصة دي طبعا شغل الرأي العام والسوشيال ميديا يمكن بقالها أسبوع من وقت ما النقابة طلعت قرار بمنعهم من الالتحاق بالنقابة والحصول على الكارنيه ومنعهم من الغنى خالص، عشان مش قادرين يعدوا الاختبارات اللي بتعملها النقابة ليهم. المهم النهاردة خرج حمو بيكا اللي خضع لقرار نقابة المهن الموسيقية بالوقف عن الغنى، ورد على تصريحات النقيب الفنان هاني شاكر بعد ما تحدث عن الغنى الشعبي امبارح في مؤتمر صحفي في صالون قصر السينما. بيكا اتكلم عبر تقنية الانستجرام وقال أنا عندي كلمتين للفنان هاني شاكر وتامر عبد المنعم اللي معرفش ايه علاقته بنقابة المهن الموسيقية. انا مصري مش صيني ولا تركي ولا لبناني، وعندي ولاء لمصر ومحتاج مسؤول يقعد معانا. احنا ما بنعملش حاجة، مالكمش دعوة انكم تمنعونا، مالكمش انكم تمنعونا في مصر. مصر عمرها ما منعت حد، وهي مش بلدك لوحدك اللي خايف عليها، احنا كمان خايفين عليها. انا مش جاي من بره، انا شايل الجنسيه المصريه، واحنا مصريين ولينا برضو صوت ولينا برضو راي. طيب